الحرب على جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 تتواصل بتواصل جهود المجتمع المدني والجمعيات بولاية بشار من خلال حملات التعقيم والتوعية وتوزيع الأقنعة الوقية. يقوم اتحاد التجار الحرفيين لولاية بشار بحملات بالتعاون مع الجمعيات بحملات تعقيم وتوزيع كمامات وتوعية لمؤسسات العمومية والخاصة ومراكز البريد والأسواق المغطاة والمناطق التي تكتظ بالمواطنين. قمنا بالعملية أمام السوق المغطاة اللي توافد فيه المواطنين كي نوعوهم ونعاونوهم شوية في المبادرة هذه تاع التعقيم وتاع الكمامات باش هكا نتفاداو شوية المرض، لأنه هما أكبر عرضة للمرض، لأن السوق يستقبل في اليوم 100 مواطن. جهود قابلها استحسان وتثمين من طرف المواطنين الذين بدأوا يستشعرون حقيقة خطورة الوضع. المرض ماشي زعاقة. نطلب من الناس تحترم الحجر الصحي ويديروا لي بافيت ويديروا التعقيم واللي فيها الخير إن شاء الله ربي يديرها. الناس راه غلطة بزاف. لازم يديروا كمامات باش شوية يبعدوا هذا المرض علينا. احنا نتمنى كاع الناس اللي يديروا العقل اللي يديروا كاع لي بافيت خاطر المرض راه يزيد ونتمنى الشفاء عاجل كاع لتو الموند كاع المستوى القطر الجزائري. هي إذن حملة واسعة لمكافحة الوباء باتخاذ التدابير الوقائية خاصة بالأماكن التي تكثر بها الحركة على غرار الأسواق التجارية.